بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة سورة المثل اللي هي بتقول ايه؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. التب معنى ايه؟ تبت يعني ايه؟ يعني معناته الخسران والهلاك وابطال اعماله كلها، عدم انتفاعه بالعمل اللي بيعمله. يعني بقول له تبا لك، يعني الله يخسرك كل اللي قدامك كل وراه واللي بتعمله كمان ما تنتفعش بيه. تبت يدا ابي لهب وتب. ابو لهب اللي هو عمه للرسول صلى الله عليه واله وسلم، كان اسمه عبد العزة، كان شديد المعاداة للرسول صلى الله عليه وسلم. كان يمشي وراه وهو بيدعي دعوته ويقول ما تصدقوش ده كذاب، يرمي عليه وسخ الناقة لما يذبحوها تحشاها يرمي عليه وهو بيصلي، مرته تحط الشوك في طريقه وهي ماشية. يعني كانوا كتير كتير مزعجين له ومعذبين له. يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الأمر أنذر عشيرتك الأقربين، شو عمل؟ وقف على الصفا ودعا الناس. فلما دعاهم طبعا سمعوا اهله الاقرباء اللي كانوا موجودين، فجم قالوا له في ايه؟ فقال لهم: انتوا بتعرفوا ان انا صادق؟ قالوا له: طبعا عارفينك انك صادق ما بتكذبش. قال: لو قلت لكم ان في خيل جايه من ورا الجبل هتصدقوني؟ قالوا: هنصدق. قال لهم: طب انا دلوقتي بقول لكم ان بين يدي عذاب اليم. حكى لهم ان كيف يعبدوا ربنا وكيف يكونوا مع الله وكيف يامنوا بالله الواحد الاحد وكيف الاصنام بتاعتهم دي كلها ما تنفعش. فبعد ما حكى وحكى 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 نط ابو لهب قال له: تبا لك، لهذا دعوتنا؟ يعني ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ جمعنا كلنا عشان خاطر تحكي لنا الكلمتين الفاضيين دول؟ فهنا نزلت السورة دي بنفس اللغة اللي حكاها بها مع رسول الله، قال له: تبت يدا ابي لهب وتب. هنا معناته ان حتى ربنا سماه ابي لهب ليه؟ هو اسمه عبد العزة، انما كره الله سبحانه وتعالى ان يكون عبدا لصنم من الاصنام. العزة ده كان صنم عندهم، ولذلك لم يلقبه باسمه عبد العزة، انما سماه ابو لهب. هو كان مشهور ان وشه دايما احمر احمر احمر، كنت شرب خمر من كتر ما بيشرب خمر وشه كان يحمر على طول، فكانوا مسمينه ابو لهب، فسماه باسم الكنية بتاعته مش باسمه الحقيقي. تبت يدا ابي لهب وتب. هنا معناته ان ما اغنى عنه ماله وما كسب. المال بتاعه قد ما كان غني كتير كتير، انما ماله ما نفعهوش، لانه في النهايه نهايته سودة، كانت نزل في النار على طول. ولذلك يقول لك ان ما كسب، كلمه ما كسب، ما كسبت ايدي اللي عمله في رسول الله. كل اللي عمله في رسول الله كان مكسب له في يوم القيامة انه يتحط في جهنم. هو دلوقتي من وقت ما نزل في وقت ما مات على جهنم. ولذلك هو ده اللي قال: انا عزيز القوم، انا كريم القوم، محدش يقدر علي. لما جه يموت وقفت الملائكة تضرب وجهه وتقول له: اخرج نفسك اليوم، ذق انك انت العزيز الكريم، دوق الموت، انك انت العزيز الكريم. ولذلك هو لما جه يموت ويحتضر حصل معاه حاجات رهيبة قوي، هو بيطلع في الروح من كتر أعماله اللي عملها في رسول الله. بيقول لك: سيصلى نارا ذات لهب. السين هنا للمستقبل. هو دلوقتي قاعد في عالم البرزخ في عذاب، داخل عليه عذاب من جهنم، إنما لسه في يوم القيامة العذاب الشديد الأكبر. سيصلى نارا ذات لهب. مش هو سموه أبو لهب، هو هيترمي في اللهب امه بقى اللي سموه بيها. اما امرأته اللي هي ام جميل، اللي هي اخته لابو سفيان، كل العيلة يعني مشطوبة. ام جميل دي كانت بتكرهه كراهية شديدة قوي لرسول الله. كان بس تعرف انه هيمر من الطريق ده تلم الشوك وتلم الوسخ اللي في الشارع تحطه قدامه في طريق. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه؟ امرأته حمالة الحطب في جيدها. الجيد اللي هو الرقبة، يعني هيتحط في رقبتها حبل من جهنم. كانت هي تحط الحبل في رقبتها وتحمل الحطب على ظهرها عشان ترميه قدام رسول الله. يذكر ان في قصة في الحكاية دي، ان كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاعد وساند ظهره على الكعبة، وكان جنبه ابو بكر ابن ابي قحافة. فقال له:
يا رسول الله، ام جميل جايه وفي ايدها حجر كبير بدها تضربك فيه. قام الرسول بمنتهى الهدوء كده قال له لن تراني. فوقفت قدام ابو بكر قالت له اين صاحبك؟ وين صاحبك؟ فطلع فيها ابو بكر وقال لها حيث ما شاء الله. رد كان رد حلو يعني، حيث ما شاء الله بعرفش. فقالت له انا شاعره، والله اللي بيقول عني انا حماله الحطب لا اورجيه ولا اعمل فيه، لو كان هو معايا معاك دلوقتي لكان رميته بالحجر ده فلقت بيه راسه، فلقت بيه راسه ومشي. فطلع فيه ابو بكر وقال له رسول الله كيف ما شفتكش؟ قال حال الله بيني وبينها. طبعا هتتمثل في النار بهيئتها في الدنيا اللي كانت تعملها في رسول الله، حبل بس، حبل بقى من مسد، مسد اللي هي جهنم، حبل من مسد هتنجر فيه من رقبتها وتفضل فيه مجرورة في جهنم الى ما شاء الله. دي خلصت سورة المسد. دلوقتي ما مش هندخل في سورة من سورة، كل سورة هنفصلها عن بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في سورة ثانية ان شاء الله.